أسرار؟ والله بالحلال، والله بالحلال. بالحلال يا الظالم، بالحلال يا الظلمة. أنا أوريكم، اصبروا علي شوية. أسرار، أسرار. جاك الموت يا تارك الصلاة. بس يا مريم بس قطعتي قلبي. مريم بس. أنا يتزوج علي، أنا يتزوج علي. لا يا مريم، لا ما عليك يا مريم، عطي فرصة يا مريم. ولا دقيقة أنا يتزوج علي. ما عليك يا مريم، عطي فرصة. بس قطعتي قلبي. بس ضاعت زهرة شبابي ضاعت. مريم عوضتي قلبي يا مريم، عوضتي قلبي. ضاع مستقبلي، ضاع. أسراره من السوالف. قولي الحقيقة، انت شفتي صحيح ولا تكذبي علي؟ الشيم أرجوش رايحين في وادي. حبيبتي شفتها بهذه عيوني قاعدة وحط ريل على ريل، جمال بياض، تقولين فرس. لا كلمة، هذا كله كلام فاضي. وصدقيني هذا كله تركيب. وتو بصير اقتلها، بصير اجيب عبايتها. لا انا اللي بجيب لك عبايتك، ليش تجيبينها يا حبيبتي؟ الحق علي يا اخوي، الحق علي، تزوج علي. ليتني سمعت كلامك يا اخوي. لا تعورين قلبي، بصير اقتلهم. لا تعالوا رايحين مريم، لا تروحين كذي يا مريم. لا خذوا معاكم سكين ولا ساطور ولا لوح، خذوا معاكم حتى السنفران. اخ يا بشيرة، تتزوج على اختي؟ لكن بس حلوة السكرتيرة، مو البقر اللي عندي. انا ما ادري ايش سويت بنفسي، صدق يا خالد، انا توني فاتح الباب شوي وافتح الباب. الا هذه اسرار قابلتني وجها لوجه. انا اقول يا خالد، يعني ظنك اسرار تبلغ مريم بالموضوع؟ اي بتبلغ مريم، وبتجي مريم وبتلعن خيرك. شفتي شماغك هذه؟ بتشنغك فيه من تشنغك فيه كذي مريم. يا خالد تعالي اصبري. انا اتزوج علي. ايش فيك؟ اصبري. هاي انتوا يا لوين رايحين؟
شوفيه ايش فيك؟ الليله في مردويسه، تعرفي شنو مردويسه؟ مردويسه الليله مردويسه. وهي ليش عم تبكي يا اختي؟ اذا ما بتحب اعملوا لها ملوخيه. ايش فيك؟ طيب هذه بعندك انت ضرب، الليله في ضرب، تعرفي شنو ضرب؟ ضرب 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 ضرب. خلا ما عندنا خلا، تاخذوني معكم، انا كثير بحب الضرب. بناخذك ويانا خلا، ترش لزياده عدد خلا. يلا انا قاعده قدام. الله يرحم والديك، خلنا نام ببيتي مرتاح. الله يخليك يا بشير، اطلع معك. تخلى عني يا خالد، تتخلى عني؟ اتخلى عن اهلك بكبرهم. قم خالد. دم. خالد وين تبين اروح؟ خالد 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 بابا شاي. بابا شاي الله يذلف منك. الله الله يخرب المي. يا الله طيحت قلبي بجسمي. خالد بسم الله الرحيم. ايش فيك؟ ايش فيك؟ ما غرب الفيسك. ايش فيك؟ ابن الحلال قوم، والله العظيم جننتني. قوم قوم. متزوج؟ إيمان السكرتيرة من صدقك أنت؟ والله نسيبك طلع مو بسهل. إيه نعم متزوج إيمان السكرتيرة للأسف. إيه يا ما تحت السواهي دواهي. إيمان سبحان الله ماخذ بشير. إيه بدل تقول نسيبي، لا أقول كان نسيبك. أخ طلق؟ قريبا بيطلق الحياة إن شاء الله. يعني راحت عليه؟ راحت عليه. أقول لك مريم أول ما سمعت الخبر زين كان تسوي دخان قام يطلع من خشمها. هي رايحت له فلت تركب عاد الله يعينه بيعيش ومعايش كيف عاد. الحين إذا بشير مات من اللي راح يورثه؟ طبعا ما في غيرها، أختي حبيبتي. ما باقي الا نفتك من خلود. ايه خالد لا تخاف، قريب قريب ان شاء الله، هاليومين ان شاء الله. الدور جايه لا تحطي. امشي امشي فضحتينا. امشي خلاص خلاص خلاص. باغي اقتلها، باغي اعيش في غنيمه منها. حبيبتي انت تشكي علينا في الشطه، كسرناها كسرناها. انت هين سايره بعد هين؟ خليني اروح بدي امسح البصمات. اللي بمسح فيش البلاط، انا بمسح فيش البلاط. والله الليلة ما أبات ما أبات لما أكسر بشيره، بدقدق له عقمانها مثل ما كسرته. دقدق يكون أنا مريومة. سني باشا جرب شوية اللب دول، طعمهم خطير. مشكور مشكور، الظاهر عليك أصبحت خبير لب. أعمل إيه يا ريس؟ من الفراغ ما أنت عارف. أنا محتار يا غندور، محتار في الاجتماع بتاع بكرة. ليه؟ مش حاجة غريبة؟ بص يا ريس، ولا غريبة ولا حاجة. أنا بالنسبة لي بصراحة طالما بروح الشغل والمرتب بينزل آخر الشهر ولا فرقة معايا. يا غندور الحاجة الغريبة إنه الاجتماع ده فيه فيصل وسامح من غير أعضاء مجلس الإدارة. صح. الموضوع ده فيه إنا وأنا ما مرتاح له. يا رئيس عايز أقول لك على حاجة، كل الناس بتدور على مصلحتها، الجديد إن غدر لناظره غريب. يلا هنشوف. يا ابن الحلال اهدى اهدى، هوا هوا هوا، ما تسمع الهوا؟ شو يسكر الباب غير الهوا؟ لا لا حتى لو مريم ترى ما تهمني، بس انا يعني قلت اسوي يعني كذا ولا معها، يعني ظنك لو جتني بس ابى اعطيها بوكس على عينها، ترى ما تهمني. اي بجي تعور تعور، لا تطقها تعورها. لا لا خلاص، عارف انها الخدامه هي اللي سوت الباب. انا انا تتزوج علي بسود الوجه؟ انا والله يا جماعه الخاين، هيدا الخاين نمبر 1 وهيدا الخاين نمبر 2. خالد يا نهار ابيض يا ريس، شايف اللي انا شايفه؟ لا لا اوف، شو هذا؟ جماعة بنصحكم تلغوا متابعتكم لها، هيدا عار على المجتمع. وهاي على كل سنه شوفتك يا خالد. والله برافو عليا، هيدا الاكشن الصح. حرام عليكم حرام عليكم.
بس لا انا مالي شغل. اخ يخرب بيتها يوكن يوكن. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الحمد لله لوجهك موجود. الوصيه يا خالد اكتبها. اكتب الوصيه يا خالد اكتب الوصيه. اكتبتها على وجهك. وين حقوق الانسان؟ وين حقوق الحيوان؟ وين حقوق الرجال؟ غندور وين الشباب ده؟ لا فيصل ولا سامح ولا حتى خالد وبشير. بشير يا ريس بعد المشهد اللي احنا شفناه ده بشير اتكل على الله خلاص الله يرحمه. بس مثل ما قلت لك ها لا تعطيهم مي. انا اصلا ما تحدي موظفين ما موظفين هذيلا لا مدراء ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا اللي راح نبتدي الاجتماع. اليوم بنكلمكم عن بداية جديدة راح تمر فيها الشركة. اليوم راح يكون يوم مفصلي في تاريخ الشركة. اتفضل كمل اخوي فيصل. لا انت تكلم. لا انا متوتر. انت فيك لباقة. هو انت فيك لياقة. لا فضفوك. بسم الله الرحمن الرحيم بادئا ذي بدء. يا الله بسم الله. تعال يا حبيبي. قلت لك شفت ان الدنيا تدور. شفت عقب فضيحة السناب ما لهم وي يقابلون الناس. اي والله. شوف الله شوف هاي اكيد خالد وبشير بغيري اسميهم. لا يبا لا هذه تمويه عقب الفضيحة. لكن تدري انا بديش داخل الشركة وبعد بس الشركة على راسي. اهدى يا فري اهدى اصبر مو فاضي. المرة اللي راحت طحت علينا. اهدى سكنهم مساكنهم اهدى كل شيء لحل. اصبر ادني اضرب كف على وجهك. اهدى يا فري. ارخص مني فري. اصبر فري ما 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 ارخص. ومثل ما اتفقنا الصادرات عندي والواردات عند الاخ سامح. اوكي يا فندم. شلون عم شلون تجتمعون بدوني انا وفري؟ خلاص ماش انا واخوي فري خلاص ولا شيء. اخوي فيصل نعم انقذ الموقف. اكيد اخواني واخواتي العزيزات يعني انا اتمنى تسامحوني يعني لو تخلونا بس اذا تكرمتوا مع الاخ فري والاخ عبد الحميد. حضرتك تؤد ليه تأمر بعد اذنك من غير مطرود يعني. لا يا فندم. لا حبيبي تعال قولوا لنا على وش انت فاهم احنا ها فهمونا عشان انت فاهم. انتوا استريحوا وراح نقول لكم شو السالفه. شوي اجر عافيه يا ما ابطال مطقه وشنو انت؟ انا المشكله الحين المشكله شلون اروح للشركه؟ ابن الحلال نروح بالسياره. ما هي بذانا تعرف هي مشكلتها انها ما عطتني فرصه اتفاهم ولا دافع عن نفسي. صح اقولها يا مريم تقول لي ما في وضرب ولا الجيران قصر. عاد انت تعرف انا كنت بطل في الكاراتيه والجودو والتايكوندو. ها؟ كنت بطل لكن قلت ما راح استخدم هذا الشيء ابد. لا يكرم بكره يكتبون في الصحافه بشير يضرب امراه. قلت لا كرامتي ما تسمح. القوه والشجاعه عندي ما تسمح. ما شاء الله عليك ابو الادب والاحترام. انا لو مو شايف الهوشه بعيني صدقتك. حلو ابو دارك شفت شلون دشت علينا مثل الثور الهايج. صحيح بس يا بشير لا تشوف نفسك اول ما شالتك فوق. قلت شنو هذا كلينكس طاير. احمد ربك ان ما دخلتك العنايه مركز على هالطق هذا. امشي امشي امشي. انت مريم؟ لا اي مريم. انت اللي بتدخلني اللي ظاهر العنايه المركزه. انا مو مقتنع يعني فهموني الحين خالد وبشير خلاص طاروا ما لهم شيء. اي نعم انتهوا احنا اللي صنعناهم. شايفين كل هالانجازات اللي في الشركه والافكار والارباح إيه؟ احنا اللي سويناها. يعني اخوي سامح يقصد يقول ان هذا كله صار بجهودنا انا وهو. زين نوروني الحين انا اموت واعرف شلون اقنعتوهم شلون خليتوهم يتنازلون عن نصيبهم. فهمونا تكفون. دمه خفيف اخ عبد الحميد. يعني عبد الحميد يا اخوي هاي اسرار عمل. يعني انا مينون اقول لك اسرار عملنا بعدين يعني تقدر تقول هذه شطاره. بس انت شلون وقعتوهم انا بنعرف يعني شلون وقعناهم. ايه؟ تعبالك احنا عندنا توقيع واحد لهم. احنا عندنا توقيع لهم من يوم ما انولدوا. ايه بس هذا اسمه نصب واحتيال. الا كفو عليكم هاي احسن شراكه
ولا ايش قولك يا فري؟ اي نعم اي نعم احسن شراكه اي نعم. اقول اخوي فيصل امر ذكرني هالموظف اخليه مدير مكتبي. يا اخي انت مشكلتك قلبك رهيف وبسرعه تحب الموظفين. والله عاجبني احس انه منافق صغير. لا لا الثاني احسن. ولك مش معقول هيدا الشيء اللي عملتيه، ولك فكره رائعه بتجنن وانا ممكن اصنع منك نجمه. نجمي؟ نجمي فرد مقاني؟ والله فيني كون نجمي؟ لا بديش كون نجمي، بدي كون قمر وشمس انا واختي شريكتي هاي رفيقة عمري مريم. أنا ولا يهمك بالعكس، وعلى فكرة هيدا العنف اللي بيوصل للنجومية. سمع مو يقول عنفة وين؟ انا لو كنت عارفة ان العنف يصنع نجوم كان من زمان صورت لك ذاك البوكس اللي عطيتها اياه، وكان صورت حالك سناب، وكان انا فوق فوق من عليني. عم تمزح عم تمزح يا حضرة رجل الاعمال، مش وقت هلا هذا الحديث، هديلي عضلاتي كمريم كلاي. ولو بتشوفوا مشهد ضرب مريم لبشير شو عمل؟ قلب الموازين كلها، بشير وخالد انتهوا بحث سوشيال ميديا، الناس مش طايقينهم. بدي اعمل شويه اعمال انا وياكم، وقع معكم عقد بالملايين. بالملايين غوازي يا سعدي انا الليله وفرحي انا الليلة. طبعا طبعا مثل ما عملت بشير وخالد، انا بدي خليكم تصيروا كتير مشهورين. بدي اعمل صفقات انا وياكم، ممكن تدخلوا منا ذهب. ذهب؟ هيدا اول عقد، شوفوه وقعوا عليه لو سمحتوا. لا لا يا حضرة رجل الأعمال، شو فكرنا دكاترة؟ خلص موافقين موافقين. لا 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 لا، خلينا نقرأ عن نسجن. ممكن أشوفه؟ تفضلي. قلم؟ يا هلا يا هلا. تعال 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 خلينا نشوف. وينك مكتوب؟ هاش الغاوي اسمي؟ عجبني هين اسمي. ما شفته يا ابن الحلال وانت تربط عزام؟ لا ما نربط عزام عشان اخوي. تبيك جاهل مو ربط عزام؟ اربط اربط. حاطين عزام عشان سلامتك، اربط. اوكي يا اخي امش، ترى ايدك مو رجلك، امشي بسرعه. سكر الشركه احنا ما جينا، امشي. سي خالد انا اقول يعني ليش جايبني؟ يعني انا المفروض يعني بعد هالسناب اللي انتشر الحين قدام العالم والناس، والله فضيحه. تعرف انا مشهور، ما اقدر ادخل. يا ابن الحلال مو انت اول واحد ينطق بالعالم، ترى ثاني شيء عادي يا من طقت رجاجيل كبار انطقت، وثاني شيء 10 ايام بينسونك يلهون بشيء ثاني. يلا 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 خلني ارجع. لا يا ابن الحلال امشي. او شوف شنو هالشركه هذه؟ وشو؟ وين أي شركة؟ هذه حول أنت. هذه هذه هذه. شنو هذا في مح؟ وشو وشريكيهما؟ إيه. وشو في؟ أنت فيصل قايل لك شيء؟ ولا كلمني فيصل، أنت سامع قال لك شيء؟ ما قال لي شيء. بس هذه شو أخاف إن مضيعين الشركة، بس هذا مدخل شركتنا وهذا. بس خاف شركة جديدة صاروا عندنا يمكن. أقول خلنا ندش ونشوف وش الموضوع. انا من يوم تعرفت عليك وانا كل مصايب في مصايب، مطقوق وما ادري ايش السالفه. ربك اني متعرف عليك. امشي بسرعه يا اخي. طيب يا اخوي اصبر يا اخوي. ما خليها يا شيخ. لحظه حبيبي، هل تعلم انت وياه ممنوعين من الدخول؟ حبيبي لابس نظاره وما تشوف ايش حق لابسها؟ انا الرئيس وهذا النائب. اقول ترى الاوليه وفوتها، قلت معليش يمكن ما يعرفني، لكن لا تفكر ان احنا داخلين حفله تنكريه. لا يا حبيبي، الرئيس ونائب الرئيس. يلا برا انت وياه. اقول احترم نفسك. لا افنج يا ابو النسب، الله جابك شوفه بيطردني. اهدى ما اقدر اتكلم انا قدام الرئيس ونائب الرئيس. ولكن اي رئيس؟ هذا احنا اثنين موجودين، تفضل تكلم قول. ما دام سعادتهم موجودين احنا ما نتكلم. اي والله قول لي فرج، انا الرئيس وهذا النائب. اقول واخر هناك تفضل. يبا هذا كان زمان، من اليوم ورايح احنا مجلس الاداره. واحنا شنو؟ اسمع يا خلود. خلود اصغر عيالك انا؟ والله اصغر عيالي افهم منك. خذ القاص اللي انت قاصه معاك ويلا ظلفوا انتوا الاثنين برا. ها
ما راح نهدكم، راح نشتكي عليكم ونقاضيكم. وقف، راح نقاضيكم انا حبيبي وريك. ترى عندنا اوراق فيها توقيعكم بكل حصتكم ونسبتكم. هي الظلمه، هذا نصب واحتيال، نصب واحتيال، وما ارضى عنه انا. ما راح نسكت عليكم، انا اوريكم، انا اوريكم. عمي عمي لا تقول عمي، عام بعينك. اسمع، روح حق ماضيك ناسيه؟ لا ولا ذكرك مباع هناك، روح يلا. تقصد طال عمرك ميمي؟ لا تصير طالي ميمي على لسانك، سامع ولا لا؟ ميمي مش مباع، لا ميمي. ايش 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 برا ان شاء الله. يلا بنجعلوا برا، انجعلوا برا. تفضلوا 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 تفضلوا. اهلا وسهلا، انتوا اهل المكان. طال عمرك اعتبره ياهل وغلط. نعم تفضلوا. تفضل يا بوس. تفضل، احب هالكلمه. احلى بوس. تفضلوا تفضلوا، تعال يا بوس، احلى بوس. تفضلوا. يلا يا حبيبي توكل على الله، هذا البيت وانا وصلتك ما قصرت. يلا الله يطول لي عمركم، ما قصرت فعلا. شنو يلا يعني ما راح تنزل معاي؟ نعم انزل معاك. البنيه مكسره راسك وايدك وعينك، بعد تبيني انطق؟ لا يا حبيبي، واللي يرحم والديك توكل على الله. يلا اخوي خالد، لازم نكون احنا اثنين مثل بعض، يعني ما يصير بس انطق لحالي. يا حبيبي انطق عشان انا وديك الطبيب. يلا عافيه عليك، شاطر يا جبان يا خواف. جبان جبان بس عيش، اسوي مكالمه على ما تجيب اغراضك. يلا وخذ ماي، يمكن تطول هناك. خذ ماي. جبان خواف، شوف الشجاع. طيب. انا الشجاع، شوف الشجاعة سوت فيك، كسرت راسك. هلا هلا عمي، هلا على عمي. وقف مكانك، وقف مكانك. ما في شيء طال عمرك، انا بس جاي اخذ اغراضي وامشي. الله يطول عمرك. لا تقول عمي، لا ابط عيونك، سامع؟ انا مو مصدق انا شلون زوجتك اختي، بس تدري كابوس. الحمد لله الحمد لله يا رب، كابوس ونزح. يلا برا برا برا، يلا برا. يا عمي، انا 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 ترى ما سويت شيء غلط، انا كل اللي سويته تزوجت وبالحلال. بالحلال ها؟ ما بغيت تتزوج الا سكرتيرتي ها؟ في عندك غيرها؟ عندي. صبر. هاك هاك رابك، وهاي معجون اسنانك بعد. يلا انجلع من هنا، انجلع، وما ابغى اشوف رقعت وياك. يلا برا برا برا. ولا تدري بس يا عمي صبر. برا يلا برا برا. يلا انجلع، يلا برا، ما ابغى اشوفك. يلا يلا، انت الله على هالخشه هذه. يلا انجلع. يا اغلى من ايامي، يا احلى من احلامي، خذني بحنانك. ميمي ميمي، ادري ادري انك سامعتني، بس اعطيني فرصه واحده، فرصه واحده بس يا ميمي، وصدقيني صدقيني راح اطلقها، اطلقها واستغني عنها. انا اساسا ما احبها ما احبها. يا احلى من ايامي ميمي ميمي ميمي. عمي انت لحين هني لازمك تطلع برا، اطلع برا، خذ اغراضك برا برا. ولا اقول لك بعد هاي معي، يلا برا برا برا. اني طاري ميمي مره ثانيه، لا تصحك الشرطه، سامع؟ يلا انجلع انجلع. ميمي آخرة العشرة يا ميمي. يلا مع السلامة، ما لي إلا الله سبحانه وتعالى ثم صديقي خالد. خالد تعال تعالي مريم حبيبتي، تعالي حبيبتي تعالي، لا تصيحين لا تصيحين حبيبتي. بصراحة بصراحة كسر خاطري، أنا لين الحين بعدني أحبه
وأفكر أعطيه فرصة ثانية. حبيبتي لو عطيتي فرصة بياخذ عليك الثالثة والرابعة. إيه حبيبتي هالأشكال ما تنعطى وي. زين معلش can you try again? No chance. تعرفي بصراحة يا إسرار أول مرة أحس إنش واقفة معاي، والأول مرة أشعر بإنش مش حية رقطة، لذلك رجعوا غرفتش اللي أغراضش ورجعوا غرفتش، وأنا بتم هنا في هذه الغرفة برجع لوحدي. صد مريوم يعني أخذ أغراضي وأروح غرفتي؟ هوا حبيبتي مريوم بس شو تتمين بوحدتك؟ أنا خويتك عندك أحداج هني. أفا يا زينب تخلين عن أخوك؟ أنا أخوك فيني ريحة أمك وأبوك. والله يا خالد يا حبيبي هم أنا أختك فيني ريحة أمك وأبوك، بس أنا سويت لك اللي ما يتسوى، ومو ذنبي إذا أنت مستهتر وما عندك عقل. أفا يا زينب وين الكلام الحلو اللي كنت تدلعيني فيه لما كانت عندي فلوس والناس تركض وراي بتصور، ولا خلاص المشاعر قامت تنباع بفلوس؟ أقول لا تطلع لي فيها وتعيش الدور، لا تنسى أنك كنت تخدع أمولة علشان الفلوس. الله يسامحك يا زينب. أيه بس في مجال تكلمي لعبد الحميد رجعني الشغل لو مندوب بس؟ لا 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 لا, لا, لا. لو سمحت انت اخوي على عيني وعلى راسي، بس مالك حق انك تخرب حياتي نفس ما خربت حياتك. رجاء انا وعبد الحميد ما لنا شغل، واصلا اساسا لو كلمت عبد الحميد ما راح يسمعني. يعني خلاص بتخلين عني؟ يسمح لي اقول لك المره هذه بتخلى عنك، ما لنا شغل يا اخي، خلاص ما لنا شغل. ماشي انا ادبر نفسي بنفسي. لحظه دقيقه وارجع لك. دقيقه وارجع لك؟ ليكون تاخذ اغراض وتقطهم بالشارع تسوي هذا موجه كبير. تفضل. حولت البيت باسمي؟ لا لا يا فالح، هذه ورقة الخلع من أمولة. ها؟ حتى أمولة بعد تخلت عني؟ والله يا أخوي اسمح لي، المرة هذه أنت اللي تخليت عنها، والحين تقدر تمشي. صراحة عندي موعد أظافر ما أبي أتأخر. ماشي مالي إلا صديقي بشير. يا ربي أنا شو أسوي شو أسوي. وفي الختام أحب أقول لكم إن إحنا وصلنا لمرحلة التصويت. في حد عنده اعتراض لا سمح الله؟ لا ما أتوقع. ننزل يدك، إحنا مو بكفو عقبكم نقول أي شيء. صح يا شباب؟ صح طبعا يا فندم. إحنا كلنا معك يا فندم وإلى الأمام إن شاء الله، وكلنا معاكم طالما أنا المدير العام. المدير العام صعبة شوي، ممكن أخليك مدير الشهر. ما شاء الله زكاة وخف الدم يا بان. مبروك علينا. مبروك. ضاعت حياتنا يا خالد، ضاعت حياتنا يا خالد. الحمد لله عليك الحمد. يا خالد أنا الحين ضاع كل شيء عندي، حتى مستقبلي ضاع، حتى خالد. خالد أنا لا 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 أبي أكسر راسي، لا تعوذ أبي دماغي هذا اللي معثاري عارف يفكر. يا ابن حلال تعوذ من الشيطان، الله يهداك تعوذ من الشيطان وأنا أخوف. فعليك بس ما يخالف تعدل إن شاء الله تزين، تزين بإذن الله. يا رب ما حد في عندي أنا أي أمل ولا عندي أي تفكير بأي شيء ثاني، لكن أقول خالد في أمل واحد بس. شنو؟ في شيء ممكن ينقذنا ويساعدنا. اللي هو شنو؟ يلا حبوبتي. إيمان 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 اللي قالت لي اقدح اقدح وما أدري إذا كراع كراع، قالت لي كلام حلو، خلني أتصل عليها الحين وهي اللي بتنقذني. هي اللي بتنقذني إيمان إيمان. أي هذا ألو أمونة أمونة وقفت علي أمونة و... الله يطول سلمك. أقول أمونة أنا الحقيقة أمر يعني بشوية ظروف شوي يعني صعبة شوي، يعني مو كذا يعني كثير يعني قليل يعني. طيب أنا الحقيقة أنا أقول وش رأيك لو نبيع السيارة؟ سيارة؟
سيارة في عينك إن شاء الله. سيارة في عيني؟ تقول سيارة في عينك؟ إيه يعني فدوى عينك. تحبني؟ تحبني؟ طبعا واضح واضح. أقول طيب إيش رأيك نبيع الذهب؟ إيه نذهب؟ ذهب في عينك الثانية. محشمتيش كتسولني على السيارة والذهب؟ بعتهم. شوف الباشير طرش لي ورقة إطلاق ديالي، أنا من هنا الأسبوع مسافرة. أقسم بالله وما توصلنيش ورقة إطلاق ديالي غنرفع لك أكبر قضية. لا 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 يا بنت حلال، أنا وش دخلني بالقضايا وما القضايا، أنا مالي علاقة. لا لا ابشري من عيون الثنتين هذي. الله أكبر، روحي روحي وانت طالق. من زينك افتكيت منك أصلا يا ابن حلال. تعوذ من إبليس، طلقتها؟ طلقتها خلاص خلاص. لا بالله، يعني يعني ما في أمل؟ ما حد في لا أمل ولا إيمان ولا ميمي، خلاص. زين شو شو الحل؟ بس تعرف شيء يا خالد؟ ايه الشيء اللي أنا ندمت عليه بحياتي، إني بدلتك بدل العنز وخليتك أنت اللي تكون معي. صدقني ما أنا اللي شلت شماغك، صدقنك ما تستعي. رجال امزح معك، عاد انت عاد انت ثانية نفس الشيء، تنزع معي امزح معك. قول والله الله عاد انت ثانية. اقول ما تسوي يا حبيبي. بس خالد في امل بعد غير هذا المساع؟ في امل. شنو؟ المحبوبة بعد العزيزة متزوج من وراي. والله برافو عليك يا أمولة، كيف جاتش فكرة السناب انتي؟ هي أكيد بعد اللي عاشر خالد أكيد بيصير تفكيره مثله. لا عادي يا بنات، ترى خالد يبقى أخوي وما رضى عليه. بعدين لا تنسون ترى هم هو خسر فلوسه بسبة الفضيحة في السناب. إيه حبيبتي، بس إنه لنقول القصص مثل ما هي، بالنهاية هو خسر من إيده. قد ما كان هو انتهازي ووصولي ما عرفش يستفيد من الفرصة اللي صحت له. بعدين تعالوا أخبركم شغلي، بالنهاية لنكون متفقين أنا كنت السبب إنه انشهر خالد، ولو ما كان بعده من هول الانفلونسرز اللي عندهم 3 فولورز من بيناتهم أنتوا، صح ولا لا؟ إي صح. إذا اللي بقول لك الحين أنت عقب ما خلعتي شنو ناوية تسوين؟ شنو أفكارك؟ والله يا صبايا عم فكر بشغلي، عم فكر افتح صالون تجميل. بتعرفوا انا عندي نظره كتير بالجمال، وانا حبيت هذا البلد صراحه، منه هيك بضل معكم، واحمودي كمان بضل هيك بالمدرسه عامل رفقه، ما بشيله منكم، صار عنده رفقه وعائله مثلكم. صح. صح تفكيرك. ومنها بعد يا خالتي احمد يتم هني مع ابوه قريب منه، وانا من الامانه وايد حبيت هذا الاحمد. أيوة. حبيتك انت كمان. لا لا بصراحه ينحب هالولد، والله ينحب، نحط في المطبخ، قصدي نحط على الجرح يبره بصراحة. وانتي بعد على عين السائح، انتي غير، انتي الحبيبة حبيبة قلبي يا خالتي، هاتي بوساتي من جبينك. شوي شوي يريتي يبهتي، الله قشرتيها. وي الله يديم محبتكم حق بعض ويخليكم حق بعض ويزيد شطاتكم بعد. الا اقول مريوم، انت ايش بتسوين الحين عقب طلاقك من بشير؟ لا 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 تخافي علي ولا تحاتيني حبيبتي، انا مقرره افتح لي محل ملابس واسميه بيك ميمي، وطبعا راح يكون حل الاحجام الكبيره. وما ان صديقتي وحبيبتي وشريكتي اموله راح تجملهم، انا بدوري بلبسهم. ما شاء الله حلو. دام امل بتجمل وانت بتلبسين، عيل ما في ذوق في هالبلاد. اسرار؟ مو فيش. ايش فيك حبيبتي مريم؟ ايش فيك زعلانه؟ يلا عاد مريم قاعده تغشمر معك، ان شاء الله لا تزعلي. يلا عاد مريم. بغيت اصدقش؟ اي لا تصيرين عاد زعوله انت. بس حكي لي بس هاي اصلا. ايش حكي انا اعتذر، انا اسف. ادري لا تكملين لا تكملين، ادري ان انا اللي تركتك، بس صدقيني غصب عني. عاد انت الحنونه، انت الحلوه، انت اللي عمرك ما ضيقتي صدري بشيء. عارف والمثل يقول
قديمك نديمك لو الجديد اغناك. انت الدنيا كلها عندي، عمرك ما خذلتيني وعمرك ما تركتيني. نشد. ادري ان انا اللي تركتك، ادري. سامحتني؟ سامحتني؟ فديتك فديتك. الله لا يفرقكم يا رب. يا ابو نسب طاهر حطب.